اتعلم ابيع ازاي على امازون؟ السؤال ده الحقيقه بتسالني كل يوم. يعني انا كل يوم يجي لي رساله وبالتحديد من مصر، يعني ناس بتسالني على موضوع امازون، ايه حكايه امازون وايه امازون اف بي اي وازاي اعمل فلوس من امازون القصه دي. طبعا قبل ما اتطرق لموضوع امازون واشرح قصه امازون ماشي ازاي، الاول بس عايز اعرفكم انا مين الاول، يمكن عشان اللي ما يعرفنيش. انا اسمي وليد، انا عندي 42 سنه، عايش في كندا، وانا شغال حقيقه في الدروب شيبنج بقالي فتره كبيره، سواء كان عن طريق شوبيفاي او عن طريق امازون، وعندي ماركتنج ايجنسي بعمل ماركتنج لناس في نورث امريكا سبيسيفيكلي يعني، وعندي اكتر من كتاب مؤلفهم، منهم واحد اسمه ار وايز ريسيبي، موجود حتى على امازون، موجود دي ستور بيبيعه يعني الحمد لله مبيعات كويسه. وبعمل اي كوميرس ماركتنج كوتشنج بالعربي وبالانجليزي، وطبعا اللي عارف ان انا عندي اكتر من كورس في الدروب شيبنج مع شوبيفاي طبعا، والماركتنج بتاعه وديجيتال ماركتنج كورس لوحده اللي بيتكلم في ديجيتال ماركتنج فيسبوك او جوجل او يوتيوب وهكذا. وبرده عنده لايف، وبرده بعمل لايف كوتشنج، الحقيقه دي فري، دي من غير فلوس خالص، ده بتكلم فيها عن المايند سيت والحاجات دي. لكن المهم انا عايز اتكلم بس النهارده على موضوع يعني طلب مني كتير جدا، وزي ما قلت بالتحديد في مصر، اللي هو موضوع امازون اف بي اي. اولا هو يعني ايه امازون اف بي اي؟ FBA معناها ايه؟ FBA دي معناها Fulfillment by Amazon. يعني ايه Fulfillment by Amazon؟ يعني في كلمة Fulfillment معناها الـ process بتاع الشيبينج، سواء كان بقى Packing، Delivery، ايا كان. بمعنى ايه؟ معنى كلمة Amazon FBA ان اي حد بيعمل account على Amazon as a seller او كبايع او كراجل تاجر يعني بمعنى صح، بيقدر يشتري برودكت او منتجات من مكان ما، هشرحها كمان شويه، ويعمل للمنتجات دي شحن في امازون وير هاوس او في امازون المخازن بتاعت امازون، سواء كانت في امريكا، سواء كانت في كندا، سواء كانت في يو كي، ايا كان، على حسب هو هيعمل بعد كده عايز يبيع لمين. ويحصل ايه بعد كده بقى؟ بيحط البرودكت دي بيعرضها على امازون، بيعمل لها حاجه اسمها ليستنج، وبعد كده لما بيجي لها اوردرات امازون بتبقى عارفه ليه. مثلا افترض مثلا ان انت عندك برودكت معينه اشتريتها من سبلاير معين، هتكلم ازاي القصه دي كلها، وشحنتها على امازون والهاوس اللي في امريكا. امازون بيبقى عنده زي مثلا جزء كده خاص بيك انت، ده في كل المنتجات بتاعتك اللي انت عارضها في امازون. اول ما يجي اوردر او ما حد يشتري المنتج بتاعك، امازون يروح واخد البرودكت ده عامل له مغلفه وشحنه. ده انت حتى ممكن تشترك معاه ان هو يبعت الناس على امازون برايم اللي هو فري شيبينج. انت متخيل الموضوع؟ طبعا الناس كتير متخيله ان امازون ده لما بشتري برودكت من امازون او اي حاجه من امازون الحاجات دي هو يملكها. في الواقع لا، يعني امازون لا يملك اكتر من 20% البرودكت اللي عنده دي كلها، ثلاث ارباعها او اكتر كمان كلها اف بي اي فولفيلمنت باي ايجنتس، وصاحب المنتج الاساسي مش موجود لا في امريكا، ممكن في حته في مصر، في اي حته في العالم. فطبعا البيزنس ده يا جماعه يعني انتوا مش متخيلين مربح قد ايه. ومستو ان هو انت بتماركت البرودكتس بتاعتك على اكبر متجر الكتروني في العالم امازون. يعني النهارده لو سموا مثلا جوجل هي اكبر موقع بحث في العالم، فامازون هي اكبر موقع تجاره الكترونيه في العالم. اي حد عايز اي حاجه، حتى لو مش هيشتري على فكره، حتى لو بدور بس مجرد فكره يعني، بيدخل امازون مفيش فيها كلام يعني. طب هل هو موضوع بالسهوله؟ يعني هل اي حد ممكن يفتح ستور على امازون ويحط برودكت؟ هو موضوع يبان سهل، بس طبعا محتاج شغل ومحتاج شرح ومحتاج مجهود. وانا همشي معاكم ستيب باي ستيب، اشرح لكم اول فكره عامه ماشيه ازاي، وبعد كده نخش في التفاصيل بقى بعدين. اول حاجه خالص لازم طبعا تعمل حاجه اسمها سيلر اكاونت. طبعا كلنا عندنا، واشرح لكم بالتحديد، طبعا كلنا عندنا امازون اكاونت، او معظمنا عندنا امازون اكاونت، بس امازون اكاونت بتاع امازون بتاع اللي انت بتشتري منه، امازون باير يعني، ما عندكش امازون سيلر. فلازم تكريت حاجه اسمها سيلر اكاونت. ده منظر لسه عامل واحد حالا دلوقتي كتست يعني، ده شكل السيلر اكاونت. حتى لو جينا دخلنا على جوجل دلوقتي حالا وكتبنا امازون او سيلر اكاونت او سيلر سنتر، هو اسمه كده امازون سيلر سنتر، ودخلت على ده كده سولك بيكم ان امازون سيلر، تعمل ساين اب، تبتدي بقى ممكن تدخل
الباسورد بتاع لو انت عندك امازون اكاونت اوريدي هيمشي عادي اثنين، ينفع تبقى الاثنين، ينفع تبقى باير وسيلر في نفس الوقت. طبعا قصه بقى الاكاونت اللي اشرحها بالتفصيل دي موضوع طويل جدا، لان هي الموضوع لما بتيجي تعمل كريت على امازون او سيلر اكاونت على امازون طبعا بيطلب منك، الراجل هتبيع طبعا يعني، فبيطلب منك حاجه كتير جدا، منهم مثلا البنك اكاونت بتاعك عشان لو لما يجي مبيعات يحولها على البنك اكاونت. اوكي، فعايز اوريكم حاجه مثلا، ده مثلا البلاد اللي امازون بتوافق عليها از سيلر. طبعا منهم مصر. اوكي، مصر موجوده اهي منوره، مصر موجوده از سيلر. بس المشكله بقى في كده ايه؟ المشكله في ايه بقى؟ لما بتيجي تدخل البنك اكاونت بتاعك على امازون عشان تعمل ريجستريشن از سيلر، ولو حصل اي مبيعات الفلوس تحول في حسابك، امازون ما بيقبلش حسابات في مصر. واوريها لكم حاجه. طبعا عامل اكاونت عشان اوريكم بس المنظر يعني. طبعا هنا بقول لك ده السر اكاونت بتاعي، بيقول لي هنا عندك هنا ايه ديبوزيت ميثود ريكوايرد، يعني انت المفروض تدخل البنك. طبعا يا جماعه ده بالانجليزي، اللي عنده عربي يحسب بالعربي يعني، دوري مش لاقيش انه عربي انجليزي. ديبوزيت ميثود ريكوايرد، فلو عملت ابديت ديبوزيت ميثود وجيت قلت ريبليس ميثود مثلا امازون، طبعا لازم تختار على كل واحده من دول سواء امازون دوت كوم، طبعا كنا اشرح بالتفصيل يعني. اوكي، وجيت قلت انا عايزين نعمل واحده ثانيه اد نيو ديبوزيت ميثود، وجيت قلت انا عايز احط البنك بتاعي في مصر. بص كده مفيش مصر اصلا، عملت ايش؟ مفيش ايش اصلا، مش موجود. وده غريب الحقيقه، لان طالما امازون بيقبل المصريين ان هم يفتحوا سيلر اكاونت، طب ليه مش عامل لهم حساب او تقدر تضيف بنك مصري؟ محدش عارف. وحقيقه كتير جدا يعني عملت كونتاكت مع ناس في امازون، هو ده البوليسي بتاعتهم، معرفش ممكن في المستقبل يغيروه، بس الحقيقه واقعيا مش موجود، مش حاليا مش موجود. طب هي الموضوع خلص؟ لا طبعا، في حلول كتير، وطلع اشرح لكم بقى بالتفصيل في الورك شوب ان احنا ازاي نفتح حساب امريكي واحنا في مصر هنا عن طريق حاجات كتير جدا، وفي انجلترا لو عايزين مش مشكله خالص، والحساب ده بتوصله لحسابك في مصر، او بتاخد منه ديبت كارد، بتاخد منه كارت من الحساب ده معاك وتقدر تصرف منه عادي، تسحب فلوس تشتري عادي جدا من غير ما تبقى عندك حساب في مصر نهائي، توصل بامازون. الموضوع فيري سمبل، مفيش مشكله خالص، ده انا هشرحه بالتفصيل. يبقى اول خطوه هي نعمل ايه؟ سيلر اكاونت. ده مش هياخد، ده هياخد معانا مثلا بتاع ساعه عشان نعمل ازاي نعمل كريت اكاونت مظبوط. وطبعا انت ممكن مش لازم عندك شركه، لازم عندك شركه في مصر؟ لا مش لازم خالص، ممكن تعمل عادي انديفيديوال شخص فردي عادي، او يسموها منشاه فرديه، ومش لازم لا سجل تجاري ولا بطاقه ضريبيه ولا حاجه، لان انت ما انتش بكريت بزنس في مصر، الحاجه كلها اونلاين يعني. طبعا انا مش هتكلم في موضوع الليجل والحاجات دي، الحاجات دي ممكن نتكلم فيها بعدين، بس بتكلم موضوع ما هوش معقد بالدرجه اللي تتخيلها، ممكن حد يتخيلها يعني. طيب عملت امازون سيلر اكاونت، هل هو موضوع ايه بقى؟ ايه بقى البروسيس بيمشي ازاي؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ بعد ما اجيب بقى برودكت منين او منتجات دي منين، وهشحنها ازاي، وهعرضها ازاي، وابيع قصه كبيره. اول حاجه خالص عايز اوريكم حاجه بس بسيطه جدا يمكن تذهلكم يعني. ده امازون صح؟ امازون موقع الطبيعي اللي كلنا بنشتري منه عادي جدا يعني. اوكي، لو عملنا مثلا سيرش مثلا على اي حاجه، هكتب مثلا يوجا مات، حاجه دي مثلا يعني مطلوبه، وخد بالك في حاجه، ما انت لو هتبيع مثلا لامازون دوت كوم اللي هو في امريكا، وامازون دوت سي اي اللي في كندا، وامازون دوت يو كي اللي في انجلترا، يعني حاول تجيب برودكت الناس مهتمه بيها. وطبعا هشرح ده بالتفصيل ازاي تجيب ويننج برودكت وتعرف وهكذا، لكن المهم ان انت مثلا يعني اليوجا مات دي مثلا في مصر ايه اليوجا مات دي؟ ما حدش ايه دي اصلا يعني، لكن دي مثلا في يو اس اي وفي كندا دي حاجه مشهوره جدا، ناس كتير بيحبوا يعملوا يوجا وبيحبوا حاجه زي يوجا مات يعني، عامل زي السجاده كده بيعملوا يوجا، مشهوره جدا. بصوا يا جماعه الاسعار، بصوا بكام، دي مثلا ب 50 دولار، دي ب 45 دولار، ب 28 دولار، ب 20 دولار. طيب الحاجات دي كلها بقى تشوف قدامكم، دي كلها لا يملك منها امازون شيء، كل دول اف بي اي، ناس زيك وزيي في اي مكان في العالم، ممكن يكونوا في اي حته في العالم، الناس الموجودين في البلاد دي كلها وعاملين امازون اف بي اي، وبيشتروا البرودكت دي يحطوه على امازون، وهشرح لكم دلوقتي ازاي. طيب النقطه الثانيه، بنجيب البرودكت منين؟ 99.9% من الناس اللي بيعملوا امازون اف بي اي بيجيب البرودكت من علي بابا، من علي بابا بيريد. ليه؟ اولا لان المنتجات الصينيه رخيصه. طبعا هشرح دلوقتي بقى ازاي تتاكد ان البرودكت مظبوط، وازاي تتاكد ان المنتج، لان خد بالك في حاجه، ما انت لو بتبيع حاجه على امازون والحاجه مش حلوه، او يعني ما هياش جود كواليتي،
هترجع لك وهيبقى في باد ريفيوز مش هتعرف تبيع. فانت لازم تتاكد, وهشرحه كمان شويه, تتاكد ان انت بتبيع المنتج المظبوط عشان تعرف تحقق مبيعات على اللونج ران. طب نيجي بقى على علي بابا اهو. طبعا ده موقع علي بابا عادي, اي الناس كلها عارفين. اعمل سيرش كده على يوجا مات, ادي يوجا مات. بصوا يا جماعه الاسعار بقى, بصوا الاسعار, شايفين دي بكام؟ مش تعرف بص بكام, بس بلاش دي مثلا, عشان دي يعني الخضرة دي ممكن تكون شبه الخضرة دي شويه, او بس فرق اللون يعني مثلا يعني. بص ده بيبقى بكام؟ ب 20 دولار. بص هنا بكام؟ ب 3 دولار. وهنا مثلا عامل 2 بيسز مينيمم اوردر, لو انت عايز تشتري مينيمم تشتري 2. بص دي بكام؟ ب 5 دولار. بص دي بكام؟ ب 8. في عندك مثلا ب 2 دولار لحد 7 دولار, ب 2 مش عارف. بص فرق سعر من 2 دولار ل 20 دولار. طبعا خد بالك يا جماعه, دي حاجه فاتتني برضو وانا بتعمل سيلر اكاونت, ان السيلر اكاونت ده في منه نوعين. في نوع بيسموه بروفيشنال سيلر او محترف, ده ثمنه 36 دولار في الشهر في امازون, وده لا ارجح انك تبتدي في البدايه خالص. احنا ممكن نبتدي في الجزء الاولاني خالص اللي هو حوالي 4 5 دولار في الشهر, وده بياخد منك 90 سنت على كل ترانزاكشن بلس الفلوس اللي بياخدها منك. طب امازون بياخد كام؟ لو انا مثلا اشتريت برودكت مثلا ب 6 دولار وشحنته على امازون وبعته ب 20, يعني مكسبي 13 دولار, امازون هياخد مني كام؟ امازون بياخد حسب الترانزاكشن, يعني مثلا ممكن ياخد مثلا على 13 دولار ياخد مثلا 4 دولار كتوتال يعني. طبعا ده انا هشرحه بالتفصيل لانها ليها نسب وليها ارقام, لكن هو المكسب هيبقى ممتاز يعني مفيش فيها كلام. طيب ازاي بقى اجيب برودكت ده؟ وهل انا مثلا بعمل له اوردر ولا ايه القصه ماشيه ازاي؟ اللي بيحصل كالاتي, وده هو ده اي حد بيشتغل ناجح, لان خد بالك في حاجه, مش كل الناس اللي بتشتغل في امازون بينجحوا على فكره. يعني قلت مثلا بنسبه مثلا 100% ممكن مثلا اللي بينجحوا 30%, وال70 ما بيعرفوش ينجحوا, مش عارفين يبيعوا ايه, ولا عارفين يعملوا ماركت ازاي على امازون, ولا عارفين يحطوا ديسكريبشن مظبوط, ولا عارفين ينقوا البرودكت مظبوط, ولا دي مشكله كبيره يعني قبل معظم الناس اللي شغالين في امازون اي بي اي. فاول خطوه, وده اللي انا بمشي بيه عشان اشرح لكم حاجات جنرال, بس طبعا الموضوع ان ديبث, موضوع طويل, لكن الاساسي ان انا ما بعرضش حاجه على امازون تحت اسمنا الا ان بكون تيستد. بمعنى ايه؟ هنفترض طبعا ان احنا الموضوع ان انا ادور على البرودكت اللي انا عايز ابيعه ده موضوع طويل, وفي طرق كتير جدا ادور على البرودكت, ازاي البرودكت يكون ويننج, وازاي اعرف ان هو هيتباع, وازاي اعرف ان هو ما فيش منافسه فيه كبيره قوي فاقدر ابيعه واقدر ستاند اوت زي ما بيقولوا, موضوع كبير. لكن نفترض ان احنا نقينا اليوجا مات دي مثلا وهنبيعها مثلا كمثال. اجي اعملها هنا بقى على علي بابا, اختار لي 10 من دول. خد بالك في حاجه, علي بابا دول في ناس هنا بيبقوا سبلايرز, في ناس هنا بيبقوا سبلايرز, بمعنى ان هو ميدل مان يعني هو ما هوش المصنع, هو شخص في النص كده, ناس زي سمسار يعني, وفي ناس بيبقوا المصنع. طبعا احنا نفضل نتعامل مع المصنع دايركت لانه اولا هو ارخص, ثانيا فكره ان انت تعمل ايديت او تعدل البرودكت, وانا هتكلم دي كمان شويه, متاحه وبسهوله جدا. تمام. طبعا انا اشرح بقى بالتفصيل في الورك شوب ازاي تعرف اذا كان ده سبلاير ولا هو مصنع, فرق كبير بالاثنين. فانا بعمل ايه؟ انا بختار 10 من دول او 7 8, طبعا كل ما عدد اكتر كل ما يكون الفرصه تشانس اكتر, وابتدي كونتاكت دم, ابعت لهم مسج اهو كونتاكت سبلاير, واقول له والله انا فلان الفلاني وبعمل امازون اي بي اي وعايز اخد سامبل, عايز اخد سامبل. وفي الغالب السامبل دي تبقى فري, بعت لك بتبع على الشيبنج يعني مثلا هي مثلا ب 2 دولار بتاع مثلا 4 دولار شيبنج ولا حاجه. ده لازم, ودي المشكله اللي بيقع فيها تلات ارباع الناس اللي بيشتغلوا في امازون, ان هو بيروح جايب برودكت ما يعرفش عنه حاجه, ولا بيحط لوجو ولا بيحط حاجه خالص, ويروح حاطه على امازون وبيفشل لان هو برودكت مش شغال مش حلو, وامازون ما هوش موقع صغير, فاللي هيدخل منه ويشتري حاجه مش حلو مش هيشتريها تاني ويعمل لك باد ريفيو, وانت اصلا الاسيت بتاعك او راس مالك على امازون هو الريفيوز, هو ده الريفيوز, هو ده اللي هيخليك ستاند اوت, ده اللي هتكلم فيه كمان شويه. فتعمل لك مثلا 7 8 لحد 10 لو انت عايز مفيش مشكله سامبلز, هيكلفوا مثلا 20 30 دولار مش مشكله, وتبعتهم لحد البيت عندك, وتبتدي تشوف الماتيريال اللي كل واحد فيهم ايا كان بقى البرودكت هو ايه يعني مش فارقه, تبتدي تشوف الماتيريال اللي هو فيه عامل ازاي, الخامه, وتجربه يوم اتنين
وتشوف هل مثلا انت ممكن تعدل حاجه فيه لو انت عايز لون معين. لو دي بقى انا اشرح بالتفصيل بقى اشرح تفصيل في الوركشوب بالتفصيل. وطبعا المفترض ان انت بقى عندك طالما عندك براند على امازون يبقى عندك اسم يبقى عندك لوجو. فتروح مكلم بقى السبلاي اختار بقى واحد منهم بقى ومثلا اختار ثلاثه منهم احسن ثلاثه احسن ثلاثه اللي هو بيسموها شورت ليست يعني. وبعد كده ابتدي كلم الثلاثه دول مسج تاني. طبعا غالبا هيبقى عندك الواتساب بتاعهم او السكايب بتاعهم. ابتدي تكلمه واحد واحد ابتدي تقول لهم انا والله انا عاجبني القصه دي عاجبني البرودكت بتاعكم بس انا عايز اعدل كذا كذا انا عايز اللون كذا وعايز اضيف اللوجو بتاعي والبراند بتاعي وعايز كذا وادي تبعت لهم الصور وكل حاجه اديني كود سعر. طبعا في ناس في سبلايرز يقول لك مثلا ده زي ده مثلا ده عايز مثلا مينيمم 100 بيس ات ليست يعني يعني 6 في 100 600 دولار ده مينيمم. وبرده خد بالكوا حاجه انت لما بتشتغل في امازون ما ينفعش ما تبعت اثنين يعني ات ليست هيبقى 100 يعني ما ينفعش اقل من كده. فعشان كده برده البيزنس ده محتاج شويه راس مال في الاول. في مثلا عندك دي سوري 2000 بيس بس الواحده بكام؟ ب 30 سنت يعني مبلغ برده قليل جدا يعني. ده مثلا عامل 2 بيسز مينيمم اوردر مفيش مشكله ممكن تبعت 50 بيس يعني. ممكن مثلا انا هبتدي مثلا اجرب برودكت مثلا 50 لو ان انا ما بفضلش قوي الارقام الصغيره دي انت ما تعرفش ممكن سبحان الله ممكن لك 20 اوردر كل يوم ما تعرفش يعني. فعندك شورت بس يعني ممكن تجد از تيست ممكن تجرب ده 3 دولار مثلا في 2 بيس مثلا في 10 سوري 50 بيس 150 دولار وتشحنهم وتشوف. المهم اختار ثلاثه منهم شورت ليست دول. فانت الاول عملت اوردر ل 7 8 دفعت الشيبنج بس جالك لحد البيت عملت تيست شفت ايه المظبوط منهم بتبعت ثلاثة منهم تقول لهم انا عايز ده وعايز اعدل كذا عايز احط اللون الفلاني عايز اعمل اللوجو بتاعي اديني سعر واديني سعر من غير الشحن وبعد الشحن. ايه ده مهم جدا انا هشرح برضو في الورك شوب. هو ممكن يديك سعر بعد الشحن وهيدوا لك اكيد 100% ساعات بيكسبوا من الشحن اكتر من المكسب اكتر من البرودكت نفسه. فاقول لكم ازاي تجيبوا شركات شحن ممكن توفر معاك كتير جدا. تقول له لا مش على الشحن شكرا انا هاخد منك برودكت وانا هبعت لك الشحن بطريقتي سواء كانوا طبعا الشحن نوعين يا اما عن طريق البحر يا اما عن طريق الجو. طبعا البحر ارخص بكتير بس البحر لو عندك كميات كبيره بس يعني هقول لكم الفرق بين بعدين يعني. اخترت واحد منهم اقل طبعا الواحد اللي هو اقل سعر فيهم وطبعا خدوا بالكم في حاجه ان هو يكون مش بس اقل سعر ان هو يكون اقل سعر واخد ريفيوز كويس وبكونتاكت معاك بسرعه مش مثلا بيقعد معاك اسبوع عشان يرد عليك وبيطلع عينك لا هو ايه انت مرتاح في التعامل معاه وحاجته كويسه. بتدفع ثمن البرودكت ممكن عن طريق علي بابا نفسه او ممكن عن طريق برايفتلي عن طريق باي بال او عن طريق علي بابا نفسه ده موقع مضمون مفيش اي مشكله فيه خالص. وبتروح عامل ايه بقى؟ بتيجي عند امازون سيلر وفي حاجه اسمها فولفيلمنت ويرهاوس. طبعا انت لما تيجي مثلا تفتح امازون سيلر انت بتبقى مقرر انت هتشتغل فين. هل هتبيع امازون دوت كوم اللي هو امريكا؟ هل هتبيع امازون دوت سي اي؟ هل هتبيع امازون دوت يو كي؟ طبعا الالف ب دايما ابتدي بامازون دوت كوم لان هي اكبر ماركت يعني. يو اس اي هي اكبر ماركت عموما في الدروب شيبينج وفي الاي كوميرس وفي الشوبينج عموما يو اس اي. فدايما ابتدي بامازون دوت كوم لان طبعا كل واحده فيهم ليهم عنوان يعني. امازون دوت كوم بتبعت المنتجات على عنوان معين تبع الوير هاوس بتاعهم في الستيتس. نفس الكلام في كندا ليهم عنوان معين نفس الكلام في الصين نفس الكلام في انجلترا كده. فبتاخد منهم العنوان وبتبعت وطبعا في حاجات معاها بتملاها مع السبلاير اللي هو مثلا بتاخد الاي دي بتاعك بتاع امازون عشان لما يوصل لهم البرودكت يعرفوا ده بتاع فلان فيحطوا لك في المكان بتاعك ويستنوا الاوردرات. تمام دي الخطوه الثالثه اللي احنا قلنا ايه كلمه على كريت اكونت سيلر. بعد كده ازاي طبعا الفاين طبعا فاين ويننج برودكت دي ده انا عامله مثلا بتاع ثلاثه موديل لوحده لانه قصه كبيره جدا. وهتكلم بقى ايه هي العقبات اللي ممكن تقابل او ايه الاسباب الاساسيه اللي خليش حد ينجح في الامازون اي بي اي ونزلت هاو تو فايند سبلايرز هاو تو شيب يور برودكت. بعد كده بقى الخطوه الاهم ان ازاي انك تعمل ليست للبرودكت بتاعتك على امازون. يعني ايه ليست؟ زي دي لو انت مثلا جيت على امازون عملت مثلا سيرش مثلا على المات مثلا كل ده اسمه ليستنج ده ليستنج يعني حد حط البرودكت بتاعه على امازون فدوست على ده مثلا كده. طبعا ده انت بتكرييته انت بتعمل الكلام ده تحطه بايدك بقى. طبعا الصور دي بيبعتها لك السبلاير
فبتحطها في السيلر اكاونت بتاعك اللي هو شبه ده كده مثلا. عايز افتحه من اول جديد تاني ثانيه واحده. هو شبه ده كده بتعمل حاجه اسمها كاتالوج. طبعا الموضوع طويل بس انا بشرحه لكم بعدين، لكن هو نفس الفكره. بتاد البرودكت وتبتدي تاد اون سكند، تبتدي تاد ديسكريبشن زي المنظر ده كده. ده برضو علي بابا. لا خلينا في امازون احسن. قلنا احنا قلنا هنا يوجا مات مثلا، اخترت اي واحد منهم كده افتح لك ده. هو ده ديسكريبشن. بتدخل الصور دي طبعا، السبتايتل بيبعتها لك، وطبعا بيبقى غالبا الصور اللي عليها اللوجو بتاعك. فانت لما تبعت له الارت بتاعك او اللوجو اي حاجه انت عايز تحطها على المات او اي برودكت انت عايزه، وكمان مش ماسك على البوكس كمان. انت لو خدت بالكوا ان لما بيجي حاجه من امازون بيبقى في البوكس بره مكتوب عليه امازون، وفي البوكس اللي جوه الصغير مكتوب عليه اسم الشركه، فتحط اللوجو بتاعك عليه برده عشان تعمل نفسك براند. تمام. حط الصور دي هنا بقى. طبعا بقى الديسكريبشن دي يعني دي من اهم الحاجات اللي ممكن تزود السيلز عندك والمبيعات، لان مهمه جدا، لان ما حدش بيشتري حاجه من غير ما يقرا. لازم يقعد يقرا مكتوبه من ايه ومكوناتها ايه وهكذا. اوكي. الجزء الاهم بقى من الديسكريبشن كمان هو ازاي تستاند اوت. يعني ايه تستاند اوت؟ لو انا بعمل اعلان على يوجا مات وانا خلاص عملت ليستنج للبرودكت بتاعي وموجود في وسط الناس دي كلها، طب انا هبان ازاي هنا؟ يعني مثلا لو جينا بصينا مثلا هنا هتلاقي ده اول واحد اهو، تاني واحد، تالت واحد، وتحتيهم بقى اربعه خمسه سته مش عارف ايه. طيب بالعقل كده باللوجيك يعني مين اكتر واحد فيهم ممكن يبقى اكتر؟ اللي فوق صح؟ فهتبص تلاقي كل ما الليستنج بتاعك بقى فوق اكتر كل ما فرصه تجي لك المبيعات بقت اكتر. طب ايه اللي بيخلي امازون يحط الليستنج بتاعك فوق او يخليه في التوب كاتيجوري؟ حاجتين. اول حاجه الريفيوز، ودي اهم حاجه، وده بقى لو كنت اتكلم فيه كمان شويه هو ايه سبب الناس اللي بيشتغلوا في الاف بي اي بيخسروا بسبب موضوع الريفيوز. هو متخيل ان هو لما يجيب برودكت اي كلام ويحطه على امازون الناس تشتريه، وحتى هي دازنت كير او يعني مش مهتم ان هو يبعت للعميل هو يعمل ريفيو. وعلى فكره انت لما بيجي لك اوردر على امازون بيبقى الامازون بيديك الاوبشن انك تبعت ايميل للكلاينت نفسه. طبعا اكيد في حد اشترى من امازون واكيد كنا وجاله ايميل من الشركه مثلا مش عارف ايه اعمل ريفيو. الايميل ده مش من امازون، ده من الشركه نفسها اللي هي عامله اي بي اي. ليه بقى؟ لان انت لو ما عندكش ريفيوز مش هتعرف تبيع بعد كده تاني. طب واحد يقول لي طب انا دلوقتي لسه عامل نيو او اكونت جديد وهجيب ريفيوز منين؟ ليها طريقه اقولها لكم في الكورس وفي الورك شوب. ليها طريقه، ليها حل. ليها حل لك ازاي تعرف تستاند، تعرف تعمل ريفيوز في الاول توقفك رجلك شويه. في طرق بفلوس. يعني امازون عنده اعلانات وفكره مش غاليه خالص، يعني امازون مثلا ممكن ب 30 40 سنت يعني. تعمل اعلانات تظهر تحت هنا كده مثلا زي الحاجات دي كده، ده اعلان. ده سبونسر برودكت. فانت لو عملت اعلان هيظهر هنا سبونسر اللي هو سبونسر برودكت مثلا. او خد بالك في حاجه بقى دلوقتي اللي بيخلي الاعلان يظهر في الاول او الليستنج يظهر في الاول الريفيوز. تاني حاجه هم الكليكس اللي حصلت على البرودكت بتاعك قد ايه؟ الترافيك. في كام واحد دخل؟ هم ليهم الجوريزم عامل زي جوجل كده شويه. لو كل ما حد دخل على البرودكت بتاعك اكتر، كل ما الناس تعمل سيرش اكتر، كل ما البرودكت بتاعك هيبان وهيستاند اوت اكتر يعني. تمام. ف امازون اف بي اي بزنس يعني انا شخصيا بعتبره من اقوى الحاجات اللي ممكن تشتغل بيها في حياتك يعني، والحاجات اللي ممكن فعلا تعمل لك فلوس. بس انا مش عايز اقول عشان الناس يعني ساعات بتفهم كلامي تقول ان هو ده فلوس، انا ممكن اعمل بزنس افتح امازون اف بي اي واعمل فلوس مليون دولار في اول سنه. ما فيش حاجه اسمها كده. ده شغل وده بزنس وده محتاج مجهود ومحتاج تعب يعني عشان تلاقي البرودكت. وده اللي بيبقى معظم الناس ان هو مبقاش فاهم وبيعمل ايه وبيسترخص ومبقاش عارف ايه المعلومات اللي بيعملها، يحط اي برودكت في اي ديسكريبشن في اي حاجه وتخيل اشتغل. الموضوع مش كده. الموضوع محتاج شغل،
محتاج تدور على، وده انا اشرح لكم بالتفصيل بقى، انك انت هتمشي ورايا ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب، ولو طبقت اللي انا بقوله بالظبط يعني بنسبه 90% هتنجح ان شاء الله يعني 90%، بس لو طبقت اللي بقوله بالظبط بالظبط. طب هل هيجيب لك فلوس مثلا خلال شهر؟ لا لا، لان امازون كبدايه محتاج وقت. ليه؟ احنا قلنا من الاول خالص احنا هندور على البرودكت الاول، ده لوحده عايز له اسبوعين ثلاثه، يعني ده هو اهم جزء في الموضوع كله، انك تعمل برودكت ريسيرش. وده انا يعني ده انا حاطه في الورك شوب جزء كبير جدا، ان ده هو ده مهم. يعني انت تعمل السر اكاونت او الاكاونت بتاع اللي انت هتبيع منه ده ولا حاجه، تعمل في ساعتين مش بيج ديل، المهم هو البرودكت اللي انت هتبيعه، المنتج اللي هتبيعه، وده اللي محتاج وقت، ومحتاج يبقى عندك تبقى عندك ليست، وكل يوم تعمل ساعه او اثنين او ثلاثه تقعد تدور على برودكت وتشوف احسن وهكذا. طبعا انا حاطط شورت ليست وحاطط كريتيريا معينه لازم تعدي منها البرودكت عشان تقول ان ده ينفع يتباع على امازون يجيب لي فلوس. طب هتكلم في 4 اسابيع؟ لا 3 اسابيع. لسه هتكلم بقى السبلاير وتستني ردهم، ده اسبوع، وبعد كده هيبعت لك سيمبل على البيت، ده 3 اسابيع، وبعد كده هتجربه وتشوف البرودكت شغال ولا مش كويس وتبتدي تستت وهكذا. ده مثلا قول كمان شهر او سوري اسبوعين كمان، بتكلم شهرين دلوقتي اهو او شهر وشويه. وبعدين بقى تبتدي تعمل سيلر اكاونت. يعني بقول لاي حد بيشتغل على امازون ما تعملش، ودي برده مشكله معظم الناس بيقعوا فيها، ان هو بيجيت اكسايتد متحمس يلا نعمل سيلر اكاونت، راح عامل اكاونت على امازون ويلا نبيع اي حاجه، ومش هيبيع حاجه على فكره، لان هو مش ماشي ستيب باي ستيب، هو مش عارف هو بيعمل ايه. فسيلر اكاونت دي اخر حاجه خالص، يعني دي لما تكون جبت برودكت وتجربت وتستد وتمام وعملت سكريبت، يعني قبل سكريبشن طبعا، يعني عملت كل حاجه ناقص بس سيلر اكاونت تعمله، لانه هياخد منك فلوس فليه ليه لازمتها يعني، دي اخر حاجه خالص. وبعدين بقى تعمل بقى سيلر اكاونت وتعمل ليستنج برودكت وتحط ديسكريبشن مظبوط، اللي هو وصف المنتج مظبوط والصور مظبوطه تكون كويسه جدا، وتبتدي تعمل ليستنج. وما تتوقعش ان هيجي لك سيل واثنين بعديها بيوم او اثنين او ثلاثه او اربعه، مفيش حاجه اسمها كده. اوكي انت لسه في الاول، فانت ممكن مثلا يجي لك مثلا سيل او اثنين كل اسبوع. وفي بقى تريكس انا اقولها لكم ازاي تزود نسبه السيلز وازاي تعلي البروفيت مارجن بتاعك. فاعتبر البيزنس ده في اول، لما خلينا نقول مثلا اول 6 7 شهور كانه شغل جنب شغلك في الاول، يعني ما تبقاش عندك بيج اكسبكتيشن تتوقع منه هيجيب لك ملايين اول سنه، مش هيحصل. اوكي اعتبره كانه شغل جنب شغلك، وحطه عندك الامل ان شاء الله ده في يوم من الايام هيجيب لك في الشهر بال 20 30 الف دولار، وده عادي جدا، بيتحقق رقم بسيط جدا، ممكن تحققه اكتر من كده بكتير. بس لو انت عندك اللي انا قلته من شويه ستيب باي ستيب وماشي صح، مش يلا وخلاص ونعمل ويلا نفتح ونحط برودكت وايا كان واي حاجه ومتخيل هتجيب فلوس، مش هيحصل. اوكي فتاني البيزنس ده ما هواش جيت ريتش كويك، اللي هو انا هعمل بيزنس الصبح هجيب بكره هسيب شغلي لا طبعا. يعني انا بشتغل في امازون وعندي دروب شيبنج ستورز تبع شوبيفاي، دروب شيبنج ستورز تبع شوبيفاي انت ممكن تعمل فلوس بعدها 3 ايام عادي جدا، بس الفرق بين الاثنين الكوست. لما بتشتغل على شوبيفاي وبتعمل سورز بتاعتك انت لوحدك بقى وعايز تعمل لها اعلانات، بتعمل بقى فيسبوك ادز وبتعمل قصه مكلفه كبيره جدا، يعني ممكن اصرف اليوم يعني 4000 دولار على فيسبوك ادز وانا عن طريق شوبيفاي، لكن امازون ما بصرفش حاجه. يعني ده بيزنس قاعد كده بياكل وبيشرب زي ما بيقول، مش اي حاجه خالص، انت حاطط برودكت وبتباع لوحدك، وهتلاقي كل يوم جاي لك سيلز، وده دخل تاني خالص. طبعا كل ما بقى كل ما بيجي لك ريفيوز كويسه، كل ما اي 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 اوردر جالك تروح باعت للكاستمر ايميل تقول له اعمل ريفيو للبرودكت بتاعي فيعمل لك ريفيو، كل ما يجي لك ريفيوز اكتر، كل ما الناس يبقى عندها بوزيتيف اتيتيود تجاه البرودكت بتاعك، كل ما الليستنج بتاعك هيعلى. واحنا هدفنا ان انت البرودكت بتاعك يبقى اول 5، لازم يبقى اول 5، ما ينفعش يبقى اقل من كده، وده دوري معاكم ان انا اوصل لكم لاول 5. ف النقطة الثانية عايز اتكلم فيها، طب الكوست يعني ابدا ازاي، هكلفني قد ايه وايه تكلفة المشروع ده؟ تكلفته كبداية ولا حاجة في مرحلة ان انت تلاقي برودكت، مش حاجة خالص، انت بتقعد تدور على البرودكت وخلاص، طبعا اشرح لكم بالتفصيل ازاي وايه التولز وهكذا. لكن هيكلفك طبعا بقى لما تشتري برودكت. هو انت مثلا النهاردة بس شفت مثلا برودكت عجبك، طبعا اقول لكم
البرودكت البرايس رينج قد ايه اللي ممكن يبقى بروفيت بالنسبه لك من هنا ليها حسبه كده معينه هشرحها لك. بس مثلا البرودكت مثلا ب $5 بدولار ب $2 فانت يعني مثلا يعني اعتقد ان اقل حاجه او المفروض تشتري مثلا اتليست مثلا 500 عشان تبقى سيف سايد. ما انت واخد بالك الشيبنج من تشاينا لامريكا بياخد من اولموست 3 ويكس 4 ويكس شهر اولموست عشان يوصل هناك او 3 اسابيع. فانت عايز تبقى برضه عندك فتره براحه. ف 500 مش وحش كبدايه. فمثلا لو ب $2 يبقى $500 $1000 ممكن تحط 200 عادي يعني مش مشكله. ممكن تبتدي ب 200 يبقى انا ابتدي ب 200 الاول مفيش مشكله. 200 في $2 مثلا ب $400 وحطهم وشحن ودي بضاعتك يعني مش موجوده في مخازن امازون. وقبل مثلا ما تلاقي خلاص بشويه طبعا انت عندك في امازون هنا سيلر بيجيب لك بقى بالظبط شفت مثلا التوتال سيلز قد ايه الاوردرز قد ايه فاضل لك قد ايه في المخزون عندك يجيب لك بالظبط كل حاجه في الوير هاوس بتاعك فاضل لك قد ايه يخلص. فمثلا مثلا ايه لو مثلا وصلت مثلا 20 اعمل اوردر ثاني فتعمل مثلا اوردر ب 100 واحد كمان 200 واحد كمان طبعا ايه الدخل جه والدنيا ماشيه ببعضها يعني. فانا قررت ان اعمل الورك شوب بتاعت امازون دي لان لقيت ناس كتير جدا في مصر عايزينها جدا يعني. انا في الاول كنت متردد لان الناس في مصر ممكن يكونوا يعني شايفين انا عشان ابدا مثلا اشتري برودكت من علي بابا مثلا ادفع $1000 ممكن مبلغ كبير شويه. بس هو في الاخر هو ده شغلك وهو ده وبزنس مفيش بزنس ببلاش يعني مفيش حاجه بتعملها ببلاش ده لازم ده تجاره يعني فاهم قصدي. ف وفي ناس بتستحرم فكره الدروب شيبنج وشفتها كتير قبل كده يعني خصوصا مع شوبيفاي ان هو ايه بتحط برودكت لا تملكها وتبيعها على شوبيفاي. في ناس بتقول ده حرام لكن ده مفيش كلام فيه. ده انت بتشتري برودكت اوريدي بتشتريه بقى بتاعك بدولار بتبيعه ب 20 ده تجاره مش فيها كلام خالص. اوكي فانا قررت اعمل كورس جديد مش عايز اسميه كورس هو ورك شوب اكتر وكورس ورك شوب للناس حتى اللي ما تعرفنيش. انا عندي ورك شوب وكورس بعمله للدروب شيبنج على طريق شوبيفاي وعندي واحد من ديجيتال ماركتنج وده هيبقى التالت بتاع امازون وده هيبقى مدته اكتر من 40 50 ساعه تقريبا لان انا مش انا لما باجي اعمل لسه ما بداتش فيه هبدا فيه يوم الاربعاء ان شاء الله يعني خلال 3 4 ايام من دلوقتي حسب ما تشوف الفيديو. دايما طريقتي في الشغل ان انا لما باجي اعمل نيو ورك شوبس ما بحطش لنفسي يعني مينيمم ماكسيمم ريكويرمنتس او احط الكريكولم هبتدي واخلص ده ما بحطش كده. بفضل اسجل في فيديوز لحد ما اقول كل المعلومات اللي عندي. فانا الكورسات بتاعتي بتبقى عباره عن فيديوهات متسجله على ويب سايت حتى لو دخلت ممكن يكون الويب سايت بتاعي دلوقتي واسمه ريدعطيه.org طبعا دي بعض الريفيوز يعني هتلاقي عندي هنا في ده كورس الدروب شيبنج وده كورس الديجيتال ماركتنج وده كورس الامازون اي بي اي. طبعا الدروب شيبنج فيه 47 لسه لحد دلوقتي ده لسه فيه حاجات فاضله لسه هخلصها فيه. وسيرتيفاي ديجيتال ماركتنج لسه فيه حوالي ده لسه بادئ بقاله يمكن 10 ايام في 22 ليسن ولسه دلوقتي الامازون اي بي اي هبتدي فيه من الاربعاء ان شاء الله. واللي بيدخل الكورس ده بياخد يوزر نيم وباسورد على الويب سايت ده يبتدي ياخد لايف تايم اكسس يعني بياخد اكسس مدى الحياه بيبقى عنده اكسس على كل الليسنز اللي موجوده في الفيديو على الكورس ده لمدى الحياه. طبعا انا بشرح شرحي بيبقى عباره عن كل حاجه من جوه الشغل نفسه يعني ما بشرحش مثلا بي دي اف ولا بشرح بسلايدز ولا اقعد اكتب كلام خالص. انا بشرح كده بطبق كاني بشتغل عملي. فانت هتاخد مني المعلومه هتطبقها وانت قاعد. بعمل كريت اكاونت معايا بعمل مش عارف ايه هتعمل بعمل سكريبشن تعمل كده ده اللي بقوله طبقه بالنص بس. وان شاء الله باذن الله يكون كورس ثاني يعني ان شاء الله يكون فايده ناس كتير في مصر ويبتدوا يعملوا البيزنس بتاعهم وناس ان شاء الله تكويت الجوب بتاعهم والحكايه اللي 9 to 5 جوب والشغل اللي عند الناس ده يعني الحقيقه ما انتش محتاجه. انت ممكن يبقى عندك بيزنس بتاعك خلال فتره قصيره جدا بس تاني مش هقول طبعا يوم وتنوع شهر والكلام ده الموضوع محتاج شغل ومحتاج تعب. بس زي ما بقول تاني لو انت عندك الاصرار لو انت عندك العزيمه وشايف نفسك وعندك الجولز وحتى انا بتكلم عن موضوع الجولز وبتكلم عن القصه دي في الكورس بتاعتي لان انا مهتم بالحاجات دي قوي ان ازاي تبقى عندك جولز وازاي تحط فيجن بورد وازاي تعمل مديتيشن والحاجات دي اللي بتساعدك تكسب بالبوزيتيف انرجي وتحقق اللي انت عايزه. فاتمنى التوفيق للجميع وان شاء الله اشوفكم كلكم في الكورس. وزي ما قلت الكورس مش هيبقى بس فيديوز بس ده كمان انا في فيسبوك جروب فكل اعضاء الكورس كلهم هيبقى موجود على الفيسبوك جروب بلس ان انا رقمي هيبقى موجود على الواتساب فاي حد عنده سؤال في اي وقت ان شاء الله 4 الصبح انا برد يعني. فان شاء الله اشوفكم في الكورس باذن الله. شكرا جدا. باي باي.